بتنزل بقى. نعم يعني مش كده بسهوله ان احنا هنيجي نقول لا احنا سنفرد، لا الكلام ده مش مظبوط. سيادة الوزير، لما وانا يمكن معانا كمان على طول هيكون معانا بعد شويه سيد يحيى راشد وزير السياحه، ايه الفرق النهارده مطار شرم الشيخ عن الشهر اللي فات؟ يعني نقدر نقول ايه الفروق النهارده او الايجابيات اعتبارا من اليوم عن الشهر الماضي او السنه الماضيه او السنه اللي قبلها؟ اللي اقدر اقول ان الاجراءات اكثر حرفيه، وخليني اقول لك معنى ايه اكثر حرفيه. الناس الاجانب لما تيجي تتعامل مع الاجراءات الامنيه في المطارات لا تنظر لها بنظره العلوم الشرطيه، بتنظر لها من نظره الاداره. يعني بتبتدي تبص على المؤسسيه اللي موجوده في الهيئه اللي بتتولى تامين المطارات، بتبص على انظمه التدريب ومحتواها، بتبص على الطريقه بتاعت الاداء نفسها، بتبص على الاجهزه ومعايره الاجهزه بشكل دوري، بتبص على الالتزام بتفتيش الناس، بتبص على حاجات كتيره قوي. يعني عشان كده يمكن وزاره الداخليه من اهم الوزارات اللي بتؤيد فكره ان الفرونت لاين ده او الجزء بتاع مع الركاب الاولاني يكون لشركه خاصه، وهم يرجعوا لورا لان هم لا زالوا المسؤولين الاول. يعني الاول والاخير، المسؤول الاول والاخير هو وزاره الداخليه، لا زال هو اللي معاه الضبطيه القبض. نعم. واخد بالك حضرتك ازاي؟ هو المسؤول عن امن المطار. بالظبط كده. انما النهارده احنا بيسلم جزء من مهامه اللي موجوده في المطار لشركه تقوم بعمل، انا نزلت بكررها تاني بدقه، اجراءات تامين والتفتيش الاداري للركاب وامتعتهم والشحن. لكن الشركه او مسؤول الشركه او موظفينها او كده ما لهمش علاقه، يعني لو حصل مشكله مع راكب مين اللي دخل هنا؟ الشرطه؟ يبدا لازم نشوف المشكله وضعها، يعني اي نوع من انواع المشكله. لو في راكب، يعني راكب رفض مثلا تفتيش، لا هم اللي بيتولوا هذا الموضوع، واذا وصل الموضوع الى احتدام ورفض نهائي جهاز الشرطه جهاز الشرطه يتدخل طبعا. طيب لان هو من لديه السلطه القضائيه او الضبطيه القضائيه. في حاجه انا عايز افهمها، وناس كتير جدا عايزه تعرف الاجراء اللي سيادتك عملته من كام يوم اللي هو التذاكر في الخارج بتتم في مصر، والبنك المركزي ملزم يعيد تحويل هذه المبالغ الى الشركات الطيران في دولها بالعمله الصعبه، فهي خساره مشتركه. الخساره الاولانيه ان انا بشجع السوق السوداء وبشجع التلاعب في سعر الصرف. الحاجه الثانيه ان انا بضيف اعباء على البنك المركزي المصري ان هو يعيد تحويل هذه المبالغ الى شركات الطيران في بلدها بالعمله الصعبه. حضرتك بتقول لي 200 مليون، ده رقم 200 مليون وصلت لكده. الموضوع ده على فكره بقاله فتره، واغلب الصحفيين والعاملين في السياحه عارفين هذا الموضوع وعارفين بيتعمل ازاي. 200 مليون دولار، عشان كده يمكن تلاحظ اثنين، لا انا بتكلم 200 مليون جنيه. 200 مليون جنيه او اكتر كمان. فالحقيقه في الاول كان مبالغ صغيره، فاحنا قلنا مفيش داعي ان احنا نعمل اي ريستريكشن في الوقت الحالي، لان المبالغ كان مقدور عليها. انما ابتدى يبقى في ابتكار، ابتدت شركات سياحه اخرى تدخل في هذا الموضوع، فلقينا انه من المصلحه العامه من ناحيه الحفاظ على عدم تداول الاسعار المختلفه لسعر الجنيه والدولار، وفي نفس الوقت عشان نقلل اعباء التحويل على البنك المركزي المصري اللي عنده التزامات كتيره جدا، ان لازم يقف هذا النوع. واظن الاجراء ده ما كانش يعني الاول من نوعه في دول كتير حصل الموضوع ده قبل كده. بالاضافه الى انا شكلت لجنه على مستوى عالي جدا، حللت كل البيانات وشافت المبيعات وشافت انواع التذاكر اللي موجوده وشافتها بالتفاصيل. حتى تلاحظ حضرتك احنا قلنا التذاكر اللي تبدا وتنتهي خارج مصر ولا تمر بمصر. يعني لو واحد رايح مثلا لندن، القاهره بانكوك، اهلا وسهلا، بتصدر من مصر مفيش مشكله لانه عابر عن طريق مصر. واخد بالك حضرتك ازاي؟ خط سيره في مصر. انما حاجه كلها خارج مصر ولم تصدر في مصر على طول الزمن ولا يوجد داعي لاصدارها في مصر، فده الحاجه اللي احنا وقفناها. طيب ده ياثر علينا، ياثر سياحيا، ياثر يعمل قلق ولا ده طريقه اتخاذ القرار في الدول المختلفه ليها اعتبارات اخرى قد لا تكون مرتبطه بشكل مباشر بامن طيران او غيره او الكلام ده نعم. كله. فخلينا نحترم ميكانيزم اتخاذ القرار عند الدول المختلفه. واحنا قربنا، ما اقدرش احدد ميعاد في الوقت الحالي لان طبعا ده مش من اختصاصي، ده هم اللي لازم يحددوه. انما اللي اقدر اقوله ان احنا متقاربين جدا، عارفين احنا هنعمل ايه بشكل مكتوب وموثق. فاضل عندنا الاتفاقيه الامنيه اللي هي عباره عن اضافه للاتفاقيه بين الدولتين اللي كانت في الستينات اظن، الحقيقه مش فاكر تاريخها كان بالظبط. ودي برضو على حسب منظمه الايكاو او التشريعات الخاصه بالايكاو،
دي ما هيش عائق ابدا في عوده الطيران. فاحنا بنحترم سواء كان من ناحيتهم او من ناحيه الجانب الانجليزي ما يتطلبوا اتخاذ القرار عندهم، واحنا في نفسنا من ناحيتنا بنقول احنا مطاراتنا مفتوحه، مطاراتنا مؤمنه، ولا زلنا ملتزمين باجهزه جديده. انا ما اعرفش طبعا الناس لاحظت ولا لا، مطاراتنا دلوقتي بيدخل فيها اجهزه جديده على احدث مستوى. انا شفت شرم الشيخ النهارده اجهزه يعني اخر حاجه موجوده في العالم. الاتفاق تسيير رحلات الى ومن، يعني من هنا لهناك ومن عندهم لمصر. بتكلم على حضرتك على الجانب الروسي. الروسي بالظبط كده. من الناحيتين، واحنا بنتكلم على ثلاث مطارات اللي هم القاهرة وشرم الشيخ والغردقة. دول اللي هيكونوا لما يبدأوا هيبقوا على الثلاث مطارات. على الثلاث مطارات أو نعملهم بالتوالي، برضو لازلت بقول الناس لازم يتخذوا قرارهم حسب أولوياتهم الخاصة بيهم، وخاصة إن القرار مش بالسهولة اللي ممكن أي حد عادي يتخيلها. ويتم السماح لمصر للطيران بالعودة ونقل الرحلات، تسيير رحلات. بالظبط. لكن نقدر نقول، مش عايز اقول تاريخ، وحضرتك مؤكد كوزير مش هتقدر تقول تاريخ، ولكن يعني قربت شويه؟ لا، قربت بشكل كبير، لان زي ما بقول لحضرتك احنا حاطين خريطه الطريق. اذا التزمنا بيها احنا الاثنين الموضوع هيبتدي يعني يقرب قوي ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا سيد